الاسم الذي نحن في أمس الحاجة إليه اسم العزيز. لماذا؟ لأن الإنسان أيها الإخوة بحاجة إلى الطعام والشراب، هذا جانب، وبحاجة إلى زوجة، وهذا جانب آخر، ولكن هو بحاجة إلى تأكيد الذات، إلى التكريم، إلى أن يكون محترماً، إلى أن يكون عزيزاً، إلى أن يكون متفوقاً. هذه حاجة أساسية في الإنسان، محتاج إلى التكريم، محتاج إلى التفوق، محتاج إلى تأكيد الذات. والحقيقة الدقيقة أن الإنسان إذا استقام على أمر الله وطبق منهج الله تتحقق حاجاته الثلاث. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. الله عز وجل قال: فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. كم نوع من الشراب مسموح ومباح إلا الخمر، كم نوع من اللحم إلا الخنزير. فعدد المباحات يفوق بآلاف المرات عدد المحرمات. إذا أودع الله فينا رغبة في أن نأكل، وكل الطعام عدا شيء قليل منه محرم علينا. وما دام الله عز وجل قد أودع فينا شهوة إلى المرأة جعل لهذه الشهوة قناة نظيفة هي الزواج. الآن ورغبتك في التكريم والتفوق وأن تكون محترماً في المجتمع هذا يتحقق في أعلى درجة إذا كنت مع الله. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. من شاء الرفعة فليكن مع الله، من شاء العزة فليكن مع الله، من أراد أن يكون متألقا فليطع الله، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من أراد أن يكون في منعة ممن حوله فليكن مع الله. نحن في أمس الحاجة إلى هذا الاسم. أولا، هذا الاسم أيها الإخوة له معان كثيرة، من أبرز معانيه أن العزيز هو الذي لا مثيل له، ليس كمثله شيء، لا يشبهه شيء، لا يدانيه شيء. هذا المعنى الأول. باللغة العربية عز يعز، أي صار نادرا، تقول معدن عزيز، حجر عزيز كريم، اختصاص عزيز نادر. الشيء الذي لا مثيل له نسميه عزيزا. قد نسمي الأشياء عزيزة إذا ندر وجودها، ولكن الله عز وجل ولله المثل الأعلى لا مثيل له. هذا هو المعنى الأول، عز يعز. المعنى الثاني، العزيز هو الذي لا يغلب، فإذا كنا نحن المسلمين مع العزيز لن نغلب، وإن جندنا لهم الغالبون. ونحن في كل صلواتنا بل في دعاء القنوت نقول: سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تكون مع الله وتكون ذليلا، هذا مستحيل وألف ألف مستحيل. فالغالب الذي لا يغلب هو العزيز، ومن كان مع العزيز كان عزيزا. لذلك كل الأعراض التي يعاني منها المسلمون هي في الحقيقة أعراض لمرض واحد، هو الإعراض عن الله عز وجل. قد تسألني: ما سبب ما نحن عليه من ضعف
واستكانة، ليس أمرنا بيدنا وليست كلمتنا هي العليا، وللطرف الآخر علينا ألف سبيل وسبيل. أقول لكم لأن أمر الله هان علينا فهنا على الله، ولو كنا معه لكان معنا، ولو طبقنا منهجه لرفعنا وأعزنا وجعل كلمتنا العليا. إذاً المعنى الثاني لاسم العزيز هو الغالب الذي لا يغلب. الآن من واقع حياتنا العامة، الدولة التي مع أقوى دولة عزيزة الجانب، الدولة التي تصطلح مع أقوى دولة في الأرض عزيزة الجانب على صغرها وعلى ضعفها، لأن مكانتها مستمدة من الدولة الكبرى التي تدعمها. هذا من واقع حياتنا. فإذا كنت مع الله كان الله معك. بالمناسبة أيها الإخوة، من أجمل ما في قوله تعالى إن الله مع المؤمنين، مع الصادقين، مع الصابرين، هذه المعية الخاصة، معية التأييد، معية النصر، معية الحفظ، معية التوفيق. ولكن معية الله لها ثمن، لذلك ندعو ونقول اللهم انصرنا على أنفسنا حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا. هذا المعنى السعي، لذلك وإن جندنا لهم الغالبون. في حياتك، في تجارتك، في تدريسك، في تعليمك، في حرفتك، إذا كنت مع الله كنت متفوقا وكنت عزيزا. المعنى الثالث، العزيز هو الشديد، فكل من كان مع الله كان رفيع القدر، كان متفوقا أيضا في مكانته التي بين الناس. ومن المعاني الأخرى لاسم العزيز، كيف تقول مثلا عذاب أليم يعني مؤلم، أحياناً يأتي وزن فعيل على وزن اسم الفاعل، فالعزيز هو المعز. اقرأوا قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. هذه الآية فيما يبدو لرسول الله، لكن العلماء قالوا كل آية مختصة برسول الله للمؤمن منها نصيب بقدر استقامته وإيمانه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى مكان في الأرض، وأصحابه الكرام الذين كانوا مع الله وكانوا مع رسوله في أعلى مكانه، والذين عارضوا الحق في مزابل التاريخ. إن أردت أن تكون عزيزاً مرهوب الجانب قويا لا يستطيع أحد أن يصل إليك ولا أن ينال منك، فكن مع الله. إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى. كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك. أطع أمرنا نرفع لأجلك حلبا، فإنما نحن برضا من أحبنا، ولذ بحمانا، واحتمي بجنابنا، لنحميك مما فيه أشرار خلقنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا، وسلم إلينا الأمر في كل ما يكون، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا. المعنى الأول هو الذي لا مثيل له، والمعنى الثاني هو الغالب الذي لا يغلب، والمعنى الثالث العزيز هو القوي. ولا قوي في الكون إلا الله، وكل الأقوياء يستمدون قوتهم من الله، إما استدراجا أو دعما. الكافر أحيانا يكون قويا لكن قوته من الله عز وجل، الله يمتحنه بها. والمؤمن يكون قويا، وقد قال عليه الصلاة والسلام
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. أما التعريف الدقيق الدقيق لاسم العزيز، قبل أن نطبق هذا التعريف على الذات الإلهية، الشيء الذي يقل وجوده وتشتد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه. الشيء الذي يقل وجوده وتشتد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه، هذا يسمى عزيزاً. في معادن عزيزة، في اختصاصات نادرة عزيزة، في حالات نادرة، فكل شيء يندر وجوده وتشتد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه. في معادن ثمينة يندر وجودها لكن لا تشتد الحاجة إليها، وفي أشياء تشتد الحاجة إليها كالهواء وليست نادرة، ليست عزيزة. لا بد من أن يكون الشيء يندر وجوده وتشتد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه. أما لو اقتربنا من الذات الإلهية كي نفهم معنى العزيز من خلال هذا التعريف، الشيء يندر وجوده إلى أن يكون فرداً هو الله. قل هو الله أحد، الله الصمد. والشيء الذي تشتد الحاجة إليه إلى أن يحتاجه كل شيء في كل شيء هو الله. أنت محتاج له في حياتك، في إمدادك، هو الحي القيوم، هو مصدر حياة المخلوقات، لأنك تتحرك وتأكل وتشرب وتنام وتبصر وتسمع وتنطق وتذكر في ذاكرة، هذا كله إمداد من الله، فأنت في أمس الحاجة إلى الله. يحتاجه لا كل إنسان ولا كل حيوان ولا كل نبات، بل كل شيء، حتى الجماد. الجماد في حركة دائمة. فالله عز وجل واحد أحد فرد صمد، يحتاجه كل شيء في كل شيء، ويصعب الوصول إليه، يستحيل أن تحيط به، لكنك تصل إليه. وفرق كبير بين أن تصل إليه وبين أن تحيط به. تركب مركبة تنطلق بها إلى البحر، هذه المركبة تصل بها إلى البحر، لكنك لن تستطيع أن تخوض البحر بهذه المركبة. فالعقول تصل إليه ولا تحيط به. إذن التعريف الدقيق الدقيق لاسم العزيز هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي يحتاجه كل شيء في كل شيء، ويستحيل الإحاطة به، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الآن نحن كمؤمنين ما علاقتنا مع العزيز؟ إذا كنت تعبد الله عز وجل وهو العزيز، ينبغي أن تشتق منه العزة. كيف؟ إياك وما يعتذر منه. لو كنت في أدنى مرتبة اجتماعية ترفع رأسك، ليس عاراً أن يكون عملك متواضع أو دخلك محدود أو يعاني الإنسان بعض الأمراض، لكن العار أن يكذب، فإذا كشف كذبه صغر. العار أن يغش المسلمين، فإذا كشف أنه غاش. لو أنه إنسان لاحت حوله تهمة، وهذه التهمة تزلزل وجوده وتحطم كبرياءه، والله يموت مئات المرات كل يوم دون أن يمسه أحد. أنت لك كرامة. حينما تتهم بالغش، تتهم بالكذب، تتهم بالاحتيال، ولك مكانة اجتماعية والتهم تحوم حولك، تشعر معنى العزيز
لذلك لا تفعل فعلا تحتاج أن تعتذر منه، إياك وما يعتذر منه. والذي يعرف قيمة العزة لا يعصي الله. أقول لكم كلمة ما أدري كيف سنتعامل معها. قال تعالى: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ يعني إله الكون خالق السماوات والأرض، إنك إن استقمت على أمره ووقفت عند حدودك لا يعذبك. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ أنت في مأمن وأنت في عزة. يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ ألا يعذبهم. أنشأ الله لك حقا عليه من أجل أن تكون عزيزا محترما مكرما مرهوب الجانب ممتنعا عن أن ينالك أحد بسوء. كن مع الله، كن مع القوي فأنت قوي، كن مع العزيز فأنت العزيز، كن مع من بيده كل شيء فكل شيء في خدمتك. إذا أكرمك الله يلهم أعداءك أن يخدموك، وإذا تخلى الله عنك يسمح لأقرب الناس إليك أن ينال منك. أقول لكم هذه الكلمة: افتقر إلى الله يتولاك الله، ولا تعتد بشيء سواه من علم أو نسب أو مرتبة أو منصب أو مال أو اختصاص يتخلى الله عنك. أنت بين التولي والتخلي، بافتقارك إلى الله يتولاك الله ويعلي قدرك. يعني عبد من العبيد، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، صار عزيز مصر. فسبحان من جعل العبيد ملوكا بطاعته، وسبحان من جعل الملوك عبيدا بمعصيته. حاجتك إلى التكريم كحاجتك إلى الطعام والشراب، وكحاجتك إلى الهواء، وكحاجتك إلى زوجة. فإذا كنت مع الله كان الله معك. والإنسان إذا رفع الله قدره بين الناس و عطر الناس مجالسهم بذكره هذا عطاء كبير. أما إذا كان حقيرا، كان قذرا، كان تافها في أي مكان يتحدث الناس عنه بالسوء. فإذا أردت أن تكون عزيزا فكن مع العزيز، ونحن في أمس الحاجة لهذا الاسم. تكون عزيزا إذا طبقت منهجه، وتكون عزيزا إذا أقبلت عليه، وتكون عزيزا إذا تبرأت من حولك وقوتك والتجأت إلى قوة الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.